على صعيد ذي صلة، أكد رئيس وزراء إقليم كردستان تشرفان بارزاني خلال لقائه وزير التنمية الألماني جيرد مولر أن تعزيز العلاقات الدولية من أولويات حكومة الإقليم. وذكر بيان لمكتب بارزاني أن الجانبين بحثا عددا من القضايا التي تخص أوضاع المنطقة والانتخابات في العراق. وقدم بارزاني نبذة عن الحوار بين أربيل وبغداد وعن حل جزء من المشاكل بين الجانبين.